السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أولا اليوم بدنا نتدرب على جملة الإملاء. قال قاسم: قلمي جديد. بدنا نقرأها ونحللها شفويا ونشوف كل كلمة كم مقطع فيها عشان نتمكن من كتابتها عن غير. قال قاسم: قلمي جديد. قال قا مقطع طويل، لا مقطع قصير، قا لا. تعالوا نجرب نكتبها زي ما حجيناها. قا مقطع طويل، لا. لاحظ انه الان نصها فوق السطر نصها تحت السطر، ما بتنكتب كلها فوق السطر. قا لا مقطع طويل مقطع قصير، اذا هي عبارة عن مقطعين. قا مقطع طويل، سي مقطع قصير، من مقطع قصير. قا زي ما انا لفظتها بكتبها، قا سي مقطع قصير، من مقطع قصير، قا سي من. ماذا قال قاسم؟ طبعا بعد المقولة احنا نضع نقطتين فوق بعض. قال قاسم، عندما يتحدث شخص نضع نقطتين فوق بعض. قلمي ق ل مي، انتبه للسمعات. ق مقطع قصير، لا مقطع قصير، مي مقطع طويل. ق لا قال مقاطع قصيرة، مي مقطع طويل. إذا قلمي تحتوي على ثلاثة مقاطع: ق مقطع قصير، لا مقطع قصير، مي مقطع طويل. قلمي ماذا؟ ج مقطع قصير، دي مقطع طويل، دن مقطع قصير. قلمي جا دي، لاحظ جا دي دن، جا دي دن. قال قاسم: قلمي جديد. تعال نكتبها كمان مرة. قال زي ما أنا قرأتها بتكتبها. قال قاسي مقطع قصير، من مقطع طويل، مقطع قصير من أيضا. قال قاسم ق مقطع قصير، لحالك اكتب حسب سمعك، لا مقطع قصير، مي مقطع طويل، ق لا مي. قال مي جا دي دن، جا دي مقطع طويل، دن مقطع قصير. قال قاسم: قلمي جديد. نحاول نكتبها عن غير مرة ثانية، رح نقلكها وتكتبها عن غير. قال قاسم، قال قاسم، قال قال مي قال مي، جا انتبه شوف كيف جا مقطع قصير، دي مقطع طويل، دن مقطع قصير. جملة الإملاء هذه اتدربوا عليها واحفظوها زي ما أنا علمتكم. مقطع قصير بيكون حركته قصيرة، مقطع طويل بيكون مرتبط بحروف المد أ و إي. بتقدر تميز المقطع القصير من المقطع الطويل حسب سمعك للكلمة. قا مقطع طويل، سي مقطع قصير، من مقطع قصير. يعطيكم العافية. أول